في الذكرى السنوية الأولى للحادث الإرهابي الغادر الذي شهدته قرية الروضة في مدينة بئر العبد بشمال سيناء، أدى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة صلاة الجمعة بمسجد الروضة الذي شهد الحادث الإرهابي، كما أدى الصلاة أيضا اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء محمد زملوط محافظ الوادي الجديد، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وعدد من القيادات والمسؤولين. وأكد وزير الأوقاف في خطبة الجمعة أن الإسلام فن صناعة الحياة وليس صناعة الموت، مشددا على محاربة الإرهاب بالبناء والتعمير ومواجهة الفساد والمفسدين، وأشار إلى أن هناك فئة تتبنى القتل والتدمير، ومنهم من يتاجر بدين الله ليحقق مصالح شخصية حتى ولو كانت على حساب دينه ووطنه. وأكد أن هذه الجماعة عميلة خائنة تحرف نصوص الدين لخدمة أنفسهم. وفي الذكرى الأولى للحادث الإرهابي الغادر الذي شهده مسجد الروضة، يحمل حجم التطوير الذي نفذته الدولة في قرية الروضة ومسجدها رسالة واضحة بأن تلك الحوادث الإرهابية لن تؤثر على المضي قدما في التنمية ومكافحة الإرهاب. ومعنا من قرية الروضة في بئر العبد مفدنا إلى هناك سيد زيد. سيد، بعد التحية وبداية، كيف أصبحت القرية الآن في بئر العبد بعد مضي عام على هذا الحادث الإرهابي الغادر؟ دينا تحياتي لك وتحياتي مشاهدة التلفزيون المصرية. في البداية أحب أن أوضح أن قرية الروضة أصبحت في أبهى صورها من خلال التنمية التي شهدتها في هذه الفترة الوجيزة، والتي كان يدفع الجميع كأهل هذه القرية في بناء وتنمية من كافة الاتجاهات وأيضا محاربة الإرهاب، وده يعتبر تحدي كبير من دولة للعالم. جموع المصلين في الداخل والخارج في رسالة للعالم نفذوها بأن الإرهاب لم يمنع المصريين من الحياة وإقامة شعائرهم الدينية، وأن الإرهاب سينهزم أمام إرادة الشعب. وأيضا أكد السيد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بأن المسجد اليوم يواصل نشر رسالته وصحيح الإسلام بعد افتتاحه للصلاة بالذكرى للمذبحة، والتي راحت حياة الكثير من الشعب بداية في هذه المحافظة والصباح له. وأكد أيضا وزير الأوقاف بأن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة للعالم بأن الإرهاب لا دين له، نعم، ولا يفرق بين رجل وامرأة أو مسلم ومسيحي، ولابد بأن يتكاتف الجميع صفا واحد لمقاومة أهل الشر. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيد زيد، مفدنا إلى قرية الروضة في بئر العبد، ونعتذر عن رداءة الصوت من المصدر.